الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله تبارك وتعالى. هذا اللقاء عن تفسير رؤية الميت يأخذ طفل معه في المنام. ما تنسوناش بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. إذا رأى الحالم شخصا ميت يعرفه ويأخذ منه طفلا رضيع، دل ذلك على فقدان شخصا عزيز على الحالم، كذلك يمكن أن يدل على فقدان شيئا غالي على الشخص الحالم، كما يمكن أن يشير أخذ الميت طفل رضيع من الحي في المنام إلى بعض المشاكل والهموم التي تزال عن الشخص الرائي، يعني في شيء هيزيل عنه كان مش كويس وكده يعني. كما يشير إلى أن هذا الشخص يمر بفترة صعبة ولكنها ستزول إن شاء الله تعالى. إذا رأى الحالم أن الميت يقبل طفل في المنام، دل ذلك على أن هذا الشخص ينعم بما هو أفضل عقب الموت. كما يمكن أن يشير إلى أن الحالم يتمتع بسيرة طيبة بين الناس. كما إذا رأى الحالم الميت يقبل طفل من رأسه، كان ذلك يشير إلى أن الشخص يشعر بالأمان والاستقرار. كذلك يمكن أن يدل تقبيل يد أحد الأطفال من شخص ميت إلى الحب والعلاقة الطيبة مع الحالم. إذا رأى الحالم الأم المتوفية تحمل طفل أنثى، دل ذلك على تفريج هموم الرائي. كذلك إذا رأى الحالم الأم المتوفية تحمل طفل ذكر، دل ذلك على بعض المشاكل. كما يمكن أن يشير حمل الأم المتوفية طفل ذكر على المحبة والسعادة التي تنعم بها عقب الموت. بينما إذا رأى الحالم الأم المتوفية تحمل طفل وتذهب به، دل على أن الشخص ربما يفقد شيء غالي عليه وعزيز. إذا رأى الحالم أن أحد الموتى ينجب طفل في المنام، دل على حال الميت، حيث يمكن أن يشير إنجاب طفل أنثى إلى أن الميت ينعم بحال جيد عقب الموت. بينما إذا رأى الحالم أن الميت ينجب طفل ذكر، دل على بعض الأمور الغير محبوبة. كما يمكن أن يشير إلى وجود مشاكل في حياة الشخص الرائي. إذا رأى الحالم أن الميت يعطي حلوى للأطفال، كان ذلك إشارة إلى الخير والرزق للحالم. كما يمكن أن يشير إعطاء الميت حلوى إلى الأطفال أن هذا الشخص ينعم بصيرة طيبة بين الناس. والله أعلى وأعلم. لا تنسوا ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا قراءة آية الكرسي بعد كل صلاة مكتوبة وقبل النوم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.